السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز في إن أنت تقدر تستعين بيه في كتابة المحتوى. مثلا عايز تكتب travel to Egypt and visit pyramids. ممكن تقول له مثلا أنا عايزها كالبلوج مثلا، او عايزها ايميل مثلا زي ما انت عايز، تمام. وتقول له مثلا عايزها بشكل رسمي مش رسمي، وتقول له كرييت. في ثانية بيكتب لك المقالات بالشكل دوت، ودي مقالات ملهاش كوبي رايت، يعني مش متاخدة كوبي من اي موقع، لا هي كده بس، ما تاخدهاش كوبي بيست، لان هي يعني لازم انت تقراها وتعيد صياغتها بحيث ان انت تحسنها على قد ما تقدر. وممكن ان انت تقول له انا عايز اترجمها من الانجليزي مثلا، خلينا نقول للعربي الفرنساوي، تقدر تترجمها لاكثر من لغة زي ما انت عايز، مجرد بس تختار اللغة هو يترجم ليه على طول.